خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا، وأبرزها زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة أسوان، وتفقد فيها عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة، ولقائه مع مجموعة من الشباب من رواد الأعمال وخريجي البرامج التدريبية اللي بيقدمها مركز إبداع مصر الرقمية. كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد اصطفاف للمعدات الخاصة بالتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات في أسوان، وقال إن الحكومة بتعمل على توفير المعدات والتجهيزات المطلوبة بجميع محافظات الجمهورية لسرعة التعامل مع أي أزمة، وبما يكفل حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة اللي بتسهم في تحقيق التنمية المنشودة بمحافظة أسوان. وامبارح وخلال جولته بمركز إبداع مصر الرقمية بأسوان، استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لقصص نجاح مجموعة من الشباب من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين وخريجي البرامج التدريبية المقدمة من المركز. وأوضح مجموعة من الشباب من المهنيين المستقلين اللي حصلوا على تدريب داخل المركز لتنمية مهاراتهم في مجال العمل الحر قصص نجاحهم في العمل عن بعد عبر منصات العمل الحر مع عملاء خارج مصر من مختلف دول العالم لتصدير الخدمات الرقمية، وبيتراوح متوسط الدخل العدد منهم من 500 دولار حتى أكثر من 1000 دولار في الشهر. امبارح وخلال زيارته لمحافظة أسوان، تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل. وخلال تفقده للمحور استمع لشرح من مدير المشروع حول تقدم أعمال تنفيذ وإنشاء المحور اللي بيبلغ طوله 5.4 كيلومتر وعرضه 29 متر بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه. وبيشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية بتتمثل في 2 كوبري ونفق، بالإضافة لأعمال طرق بطول 3.35 كيلومتر، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذه بلغت 95%. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اصطفاف للمعدات الخاصة بالمراكز والجهات القائمة على خدمات المرافق المختلفة بمدينة أسوان الجديدة للتأكد من الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة في حالات الطوارئ والأزمات. وأكد رئيس الوزراء إن الحكومة بتعمل على توفير المعدات والتجهيزات المطلوبة بجميع محافظات الجمهورية لسرعة التعامل مع أي أزمة وبما يكفل حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم. امبارح نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية 32 الموجهة للكوادر الإدارية بمجلسي النواب والشيوخ ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، وده بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين. واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات المختلفة ذات الصلة بالأمن القومي المصري. اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة توجهوا امبارح إلى القصر الجمهوري بعابدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وده في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2024. كل سنة وكل رجال الشرطة شرفاء طيبين وبألف خير. أما بقى بالنسبة لأخبار المحافظات، في الشرقية تم الكشف على 3000 حالة مجانا خلال قافلة طبية، وفي كفر الشيخ تم توفير أسماك طازة للمواطنين بتخفيضات 30%. كمان امبارح في الأقصر تم إطلاق 32 رحلة بالون طائر على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات، وفي المنيا تم البدء في أعمال الصيانة بكوبري الملك فاروق وهتستمر لمدة 3 أسابيع. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن تنفيذ أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية لشارع الأمين بدءاً من تقاطعه مع شارع عادل الشربيني وحتى العبور، وبتشمل الأعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاندسكيب على أعلى مستوى مع تدعيم شبكة بلوعات الأمطار. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه عن قرى الفنت وأبسوج مركز الفشن اليوم الحد من الساعة 10 الصبح وحتى الساعة 6 مساء للقيام بأعمال صيانة على خط 12 بوصة بطريق مصر أسوان الزراعي طريق السلخانة.
في الشرقية ذكرت مديرية الصحة أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الصنيطة التابعة لمركز ومدينة فأوس اللي استمرت لمدة يومين في إطار العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. واشتملت القافلة الطبية على 14 عيادة بها 12 تخصص طبي، وتم توقيع الكشف المجاني على 3000 مريض من أهالي القرية. في كفر الشيخ أكدت المحافظة توفير كميات كبيرة من الأسماك البلطي الطازجة، وذلك داخل معرض السلع الدائمة المخفضة أمام جامعة كفر الشيخ بالمنطقة اللوجستية بتخفيضات كبيرة تصل لنحو 30%. وبيشتمل معرض السلع المخفضة على جميع السلع الغذائية والأسماك والزيت والسمن والدقيق وجميع مستلزمات الأسرة في كفر الشيخ. في الأقصر انطلقت 32 رحلة بالون طائر على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة، وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع. في المنيا بدأت أعمال الصيانة بكوبري الملك فاروق لرفع كفاءة الطريق وتيسير حركة السير للمركبات والمواطنين اللي بتستمر لمدة 3 أسابيع، وتم فتح البولدرات بالجزيرة الوسطى بطريق القاهرة أسوان الزراعي أمام كوبري محمد بدوي لتجهيز الطريق على أن يكون اتجاه الكوبري أعلى الترعة الإبراهيمية.